زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة عن أهمية ملف استصلاح الأراضي كواحد من أبرز الملفات اللي الدولة اشتغلت عليه خلال الفترة اللي فاتت من تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة لزيادة الرقعة الزراعية، زي مثلا عندنا مشروع الدلتا الجديدة، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء أيضا. يا بسنت حقيقي شاذلي، طبعا في غيرها من المشروعات اللي من خلالها هيتم زيادة المحاصيل الزراعية لتغطية السوق المحلية والتصدير كمان للخارج، ده غير استيراد سلالات الأبقار المستوردة اللي إنتاجها من الألبان بيتضاعف عشان يكون عندنا اكتفاء ذاتي من اللبن الخام. طيب احنا نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل النهارده مع ضيفنا الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشؤون الاقتصاديه بوزاره الزراعه، اللي منورنا النهارده في الاستوديو. اهلا بيك يا فندم. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم، حضرتك والساده المشاهدين. طيب خلينا نتكلم في البدايه عن الاجراءات الاستباقيه اللي يمكن خدتها الدوله المصريه اللي تمثلت في خليني اقول تنفيذ العديد من المشروعات القوميه الكبرى خاصة المرتبطة بالاستصلاح الزراعي أو استصلاح الصحراء، وخليني أقول كمان عايزين نعرف إيه هي التأثير الإيجابي عليها. تمام، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين جميعا يعني احنا العالم مر في الفترة الأخيرة بالعديد من الأزمات، يعني زي انتشار وباء كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم التغيرات المناخية، فكل دي أزمات كبيرة أثرت على العالم كله، لكن نتيجة الخطوات الاستباقية اللي اتخذها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبقتها جميع الوزارات المصرية ساعدت بشكل كبير في التخفيف من حدة هذه التأثيرات. وزي ما كنت حضراتكم بتتكلموا احنا عندنا مشروعات القوميه للاستصلاح وزراعة الاراضي الجديده، احنا في الوقت الحالي شغالين في مشروعات اصلاح اراضي يعني بالتوازي كده في اكثر من 3.5 مليون فدان ل 4 مليون فدان، بتفوق ما تم استصلاحه في جمهوريه مصر العربيه خلال ال 60 سنه الاخيره من ثوره 52 حتى 2010. هذه المشروعات القومية ساهمت بشكل كبير في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، زي ما احنا شفنا افتتاح فخامة الرئيس لحصاد محصول القمح وبنجر السكر والبطاطس، فدي ساهمت بشكل كبير في يعني مواجهة الأزمات العالمية السريعة والمتلاحقة في الفترة الأخيرة. طيب دكتور، الصحراء ليها طبيعة مختلفة. تمام. قوام التربة مختلف، العناصر الموجودة في التربة مختلفة، ازاي بنحدد او على اي اساس بنقرر ان احنا هنستصلح هذه المنطقه؟ مدى سهوله الاستصلاح هنا من صعوبته؟ تمام، احنا طبعا عندنا في وزاره الزراعه واصلاح الاراضي وطبعا في ضوء توجيهات معالي الوزير الاستاذ سيد القصير بيتم حصر وتصنيف الاراضي في جمهوريه مصر العربيه لتحديد مدى صلاحيتها للزراعه، فاحنا بنحدد بنقول والله العظيم هذه المنطقه تصلح، هذه المناطق ما تصلحش وحاجات زي كده، فجميع الاراضي اللي هي المشروعات القوميه الكبرى تم عمل حصر ليها وتصنيف ليها وبالفعل تصلح لاستصلاح وزراعه المحاصيل الاستراتيجيه. وايضا بيحددها هذه الاراضي وفره الموارد المائيه في هذه المناطق، سواء كانت مياه جوفيه او مياه صرف معالج او مياه سطحيه. فلو سيادتك شايف برضك احنا ماشيين في التوازي بالتوازي، يعني في احنا مواردنا المائيه في مصر حوالي 72 مليار متر مكعب من المياه، بينهم حوالي 55.5 مليار متر مكعب حصتنا ثابته من نهر النيل على الرغم من زياده السكان. ايضا عندنا حوالي مليار متر مكعب من الامطار، عندنا حوالي 6 مليار متر مكعب من المياه الجوفيه، بنتكلم في حوالي 9 مليار متر مكعب مياه صرف زراعي معالج بيتم اعاده استخدامها مره اخرى في الزراعه، واحنا عندنا محطات يعني واحده يعني تصنيف عالمي، فاحنا عندنا محطه بحر البقر دي عشان نستصلح بيها اراضي في سيناء، دي طاقتها اليوميه حوالي 5.6 مليون متر مكعب. ايضا هناك في الاسماعيليه محطه المحسمه دي طاقتها اليوميه حوالي مليون متر مكعب. عندنا بقى في غرب الدلتا منطقه الحمام برضك محطه معالجه مياه الصرف الزراعي دي طاقتها اليوميه حوالي 7.5 مليون متر مكعب يوميا. هذه الكميات الكبيره من المياه المعالجه يعني المعالجه هيتم استخدام بيها استصلاح بيها وزراع اراضي جديده. طيب احنا اتكلمنا عن مقومات الاستصلاح او استصلاح الاراضي، وهي طبعا تحويل التربه من حاله غير منتجه لحاله منتجه، حضرتك اتكلمت عن يمكن الموارد المائيه واتكلمنا عن حاله التربه، في كمان الموارد الفنيه والتكنولوجيه بتتداخل مع استصلاح الاراضي، كلمنا عنها يا فندم.
وطبعا زي ما سيادتك قلتي الموارد الفنيه والتكنولوجيه، احنا بنشوف يعني هذه المناطق الجديده يعني بتتسم ان هي مساحات شاسعه، فبالتالي ان انا بيسهل عليا استخدم التكنولوجيات الحديثه سواء في استصلاح الاراضي وفي اقامه البنيه الاساسيه او في عمليه الزراعه ذات نفسها، بدءا من تجهيز الارض للزراعه ثم عمليات الزراعه بالالات الحديثه ثم استخدام نظم الري الحديثه ثم استخدام الالات الحديثه ايضا في الحصاد. فهذه المناطق بيتم استخدام فيها يعني تحديث الزراعه المصريه بحيث ان يتم استخدام فيها احدث الاساليب التكنولوجيه الحديثه. وايضا من المقومات اللي هي موضوع المياه، طبعا عارفين اهم محدد لاصلاح الاراضي هو الاراضي الصلاحه للزراعه هو مياه الري. فاحنا عندنا برضك مشروعات تطوير ري مختلفه زي ما حضراتكم شايفين، تاهيل الترع ده عشان ارشد استخدام مياه الري بالبخر والتلوث اللي كان بيحصل. عندنا المشروع القومي للتحول من نظم الري بالغمر الى نظم الري الحديث، وده يعني مستهدف تعميمه على جمهوريه مصر العربيه، وده يعني بيوفر كميه كبيره من المياه استخدمها في اصلاح اراضي جديده. ايضا عندنا يعني تخفيض مساحات المحاصيل الشره للمياه زي ما عندنا محصول الارز بحيث يبقى عندنا اكتفاء ذاتي فقط، محصول قصب السكر، وفي لما شفنا يعني معالي وزير الزراعه بالامس كان بيحضر افتتاح للتجريبي لمحطه وادي الصعيده في اسوان، ديت هذه المحطه بيتم فيها انتاج شتلات القصب بحيث يتم زراعه القصب بشتلات، وده بيساهم بشكل كبير يوفر في بترشيد مياه الري استخدمها في اصلاح اراضي بعد كده، وفي نفس الوقت بيزود الانتاجيه الفدانيه بحوالي التلت، وده بيزود دخول الساده المزارعين. طيب الناس كانت بتسال احنا ليه اصلا رايحين للصحراء، في مجموعه كبيره من الاسباب طبعا الدكتور هيكلمنا عنها دلوقتي، ومن اهم هذه الاسباب هو طبعا زياده عدد السكان بالاضافه الى التجاوز على الارض الزراعيه اللي كانت في الدلتا، واعتقد ان ده حصل خلال فتره من الفترات، الناس كانت بتاخد الارض الزراعيه تبور الارض وتبني عليها، وكان في مشاكل كمان في الصرف في الارض، فكانت بترتفع نسبه ملوحه هذه الارض فما تبقاش ارض منتجه فبتبور، فكان عندنا مجموعه كبيره جدا من الاسباب هي اللي ادت لاننا في النهايه مضطرين ان احنا نتوجه للصحراء. تمام. هو طبعا زي ما سيادتك قلت احنا كنا يعني في الماضي عندنا تعدي كبير على الاراضي الزراعيه وعندنا زياده سكانيه كبيره جدا، احنا بس منذ 2014 حتى الان عدد السكان زاد حوالي 18 مليون نسمه، ده بيعادل عدد سكان عده دول حوالين مننا، فاحنا عندنا كثافه سكانيه كبيره ومتركزه في مناطق معينه، وهذه المناطق بقت يعني ضيقه عليهم وبقت مصادر الدخل فيها منخفضه، فتم التوسع في مشروعات اصلاح الاراضي الجديده بحيث انقل الكثافه السكانيه او جزء كبير منها الى الصحراء والمناطق المحافظات اللي لها ظهير صحراوي او اتوسع في الصحراء بشكل عام، بحيث انقل الكثافه السكانيه من الصحراء اوديها من الاراضي القديمه اوديها للصحراء. ايضا الاراضي القديمه بتعاني من تفتت الحيازات، الحيازات صغيره ومفتته ومبعصره، يعني حتى لو حسيتك عندك حيازه في الارض في الريف ما هيش موجوده في منطقه واحده، انت عندك جزء هنا وجزء هنا وحاجات زي كده، فعندنا تفتت حيازات وتبعصر الحيازات، فبالتالي صعب ان انا استخدم التكنولوجيات الحديثه، فعشان كده لجأنا للصحراء بحيث نزرع مساحات كبيره ونتوسع يعني نشغل الشباب، ننقل الكثافه السكانيه، احقق الامن الغذائي، ازرع محاصيل استراتيجيه، انتج محاصيل تصديريه الى الخارج. ولو سيادتك شفت مشروع مليون ونصف مليون فدان ده منتشر في حوالي 8 محافظات رئيسيه زي المنيا زي القنا زي اسوان زي الوادي الجديد زي جنوب سيناء زي الجيزه زي مطروح، والزراعات جوه متقسمه احواض. طبعا مساحات كبيره وبنزرع فيها جميع يعني المحاصيل الاستراتيجيه بشكل عام في الوقت الحالي عشان نحد من الصدام من الخارج ونتغلب على الازمات اللي هي بتواجهنا، وايضا يعني مش مشروعات زراعيه بس، دي مشروعات متكامله زراعيه صناعيه زي ما شفنا في منطقه توشكا في انتاج البطاطس وفي مصنع للبطاطس وهكذا. طيب الدوله سعت ان هي تتوسع بشكل كبير جدا في الاستصلاح او استصلاح الاراضي، الهدف من ده كان ايه؟ هل الهدف من ده تنوع مصادر المياه مثلا عبر المعالجه الثلاثيه لمياه الصرف الزراعي وتحليه مياه البحر؟ هل ده في اتجاه الاستغلال الامثل اللي خليني اقول للمياه الجوفيه؟ كان ايه الهدف من ده؟ هو سيادتك الهدف من مشروعات الاصلاح الاراضي الجديده بشكل عام يعني ان انا يعني انقل الكثافه السكانيه من الوادي الضيق الى خارج الوادي واوفر فرص عمل للشباب،
ان انا انتج انتاج زراعي نظيف بحيث احقق الامن الغذائي وازود الصادرات الى الخارج، ان اعمل صناعات متكامله على هذه المنتجات. وزي ما سيادتك قلتي عشان استصلح هذه الاراضي فاهم محدداتها اللي هي الموارد المائيه، فزي ما سيادتك قلتي ان احنا نعظم العائد من وحدتي الارض ومياه الري من خلال ان انا اعظم العائد من المياه الجوفيه، ان انا اعمل معالجه لمياه الصرف الزراعي، ان انا استخدم نظم الري الحديثه اللي انا فيها صعوبه ان انا استخدمها في المساحات اللي هي الصغيره في الاراضي القديمه. طيب هو احنا مضطرين طبعا احنا نتوجه للصحراء، لكن طيب. في النهايه الفدان مكلف، استصلاح الفدان مكلف. تكلفته تقريبا قد ايه؟ هو طبعا كبنيه اساسيه الدوله بتتحمل هذه تكلفه الاستصلاح، يعني يعني كل مشروع بيكلف المليارات، يعني ممكن لو صرفنا بنيه اساسيه بقى كتمهيد الطرق وكهرباء وخدمات اساسيه وحاجات زي كده، الدوله بتتحمل كل هذه التكلفه، يعني ممكن الفدان يعني يخش في حوالي 200,000 جنيه كاستصلاح، لكن عمليه الاستزراع بعد كده بقى بتبقى يعني ما هيش مكلفه بالشكل الكبير، طبعا وفرت البنيه الاساسيه من طرق وخدمات اساسيه ومياه وكهرباء واماكن سكنيه والحاجات دي كلها وتجمعات. يعني انا زي ما حضرتك بتقول كده انا مجهزها للمستثمر اللي هيجي او حتى صغار المزارعين اللي هيروحوا، انا مجهز كل حاجه على خلاص ادخل وازرع الارض بتاعتك، الارض جاهزه ببنيتها التحتيه وكل المرافق متوصله للارض. ده جميل جدا، لانه من المعروف كمان انه الزراعه بشكل عام مش من الصناعات اللي العائد بتاعها سريع، يعني احنا مثلا محتاج ازرع الارض سنه في الثانيه في الثالثه لحد ما الانتاجيه بتاعتي تصل الى درجه عاليه. تمام. هو زي ما سيادتك قلت طبعا ان يعني احنا هذه الاراضي مخصصه لجميع الفئات المستثمرين، منذ يعني من صغار المزارعين لشباب الخريجين للمستثمرين العاديين للشركات الكبرى، ويعني فيه تم دلوقتي يعني هم شباب المزارعين الخريجين وصغار المزارعين دول بيعملوا شركات مساهمه، بحيث كل مثلا مجموعه من الشباب من 10 شباب او مزارعين حتى 20 شاب بيكونوا شركه مساهمه كده ويعملوا شركه مع بعضهم، ودول بيحصلوا على حوالي كيلو في كيلو في الاراضي الزراعيه الصحراويه، يعني حوالي 238 فدان، والملكيه بتكون في هذه الاراضي على المشاع، بحيث ان انا احافظ على كمشروع كوحده واحده ما بقاش فيه تفتت، يعني سيادتك ليك 20 فدان او 10 فدان على المشاع لو مش محددين في مكان معين عشان نحافظ على الملكيه. وهيتزرعوا حاجه معينه. وينزرعوا حاجه معينه بالتنسيق مع بعض، وفي بقى ده بالنسبه لصغار المزارعين وشباب الخريجين، وطبعا دول بياخدوا الاراضي باسعار رمزيه، يعني الفدان في منطقه المغرب حوالي في العشرينات، يعني 20,000 حاجه و20,000، في الفرافره بردك يعني في الاربعينات، في غرب المنيا بردك 50,000 ولا حاجه، وفي فتره بيدفع حوالي 20% في الاول وحوالي 4 سنوات سماح، وبعد كده بيسد بقيه ثمن الارض على 8 سنوات بفايده بسيطه، فدي كلها تيسيرات ومزايا ممنوحه لصغار لصغار المزارعين وللشباب والمستثمرين حتى يتوجهوا لاستصلاح الاراضي وتعميرها واقامه حياه متكامله يعني في هذه المناطق. انا هكمل كلام عن المزارعين، لكن انا حابه كمان اتكلم عن مقومات اخرى وهي الموارد البشريه. طبعا. للعامل الفني او المهندس التكنولوجي. طبعا. دول مهمين جدا، عامل من عوامل نجاح عمليه الاستصلاح اللي هي في الحقيقه مكلفه جدا عشان تبقى عمليه ناجحه ومربحه. هل بيتم توفير مثلا دورات تدريبيه ليهم؟ ازاي الدوله بتستثمر في العامل الفني والمهندس التكنولوجي عشان يتم الاستزراع بطريقه صحيحه؟ تمام. هو سيادتك لما الشباب وصغار المزارعين بيروحوا هذه المناطق بيتم توجيه لهم برامج تدريبيه تعرفهم يعني كيفيه التعامل مع هذه الاراضي بدءا من الزراعه حتى الحصاد، كيفيه التعامل مع باساليب الري بما يتناسب مع هذه التربه بالذات او الارض دي بالذات، لان الزراعه في الاراضي الجديده غير الزراعه في الاراضي القديمه. احنا دلوقتي احنا ممكن يعني من طريق الاساليب الحديثه والتكنولوجيات الحديثه ان انا اخلي الارض، يعني في بعض الاراضي من العام الاول او العام الثاني جابت انتاجيات تفوق ما بتجيبه الاراضي الانتاجيه في الاراضي القديمه، نتيجه تكثيف التكنولوجيا، نتيجه تكثيف الاستثمارات، نتيجه تكثيف مستلزمات الانتاج. فكل هذه طرق الري بتفرق. طيب نعم يا فندم، طرق الري بتفرق. طبعا يعني نظم الري الحديثه اللي هي بقى بالرش والتنقيط وفي بعض توافقها مع كل محصول بتساهم بشكل كبير في ان هي بتحسن الانتاجيه، بتخفض استخدام الاسمده،
بتعطي إنتاجية ذات صافات عالية، فبالتالي المزارع أو الشركة بتحصل على سعر أعلى بظروف الجوية هناك، برضك بتخلي إنتاج يبقى مبكر، فبالتالي استطيع اصدره الى الدول الاوروبيه او الى الاسواق العالميه المختلفه في اوقات بيكون في نسبه انتاج لسه ما ظهرش. فدي كلها مزايا بتوفرها مشروعات استصلاح واستصلاح الاراضي في جمهوريه مصر العربيه. لسه عندنا تفاصيل كتير هنتكلم فيها مع حضرتك، لكن هنروح لفاصل مشاهدينا، فاصل ونرجع نكمل هذه الفقره مع حضراتكم. لسه كلامنا مستمر مع حضراتكم عن دعم قطاع الزراعه واستصلاح الاراضي خلال الفتره اللي فاتت، ومعانا طبعا في الاستاذ الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصاديه بوزاره الزراعه. دكتور، كنا بنتكلم قبل الفاصل في نقطه مهمه جدا، وهي دعم الشباب وصغار المزارعين عشان يحصلوا على قطعه ارض في هذه المشروعات الكبيره. الدوله وفرت زي ما حضرتك قلت، ووفرت كل الوسائل والبنيه التحتيه تمام، والارض جاهزه، حاجات بسيطه بس كده لايه؟ لبدايه الزراعه. لو في شاب مثلا عايز يحصل على قطعه ارض من هذه الاراضي يعمل ايه؟ تمام، هو سيادتك طبعا يعني في عندنا مشروع 1.5 مليون فدان، ده يعني تحت اشراف شركه ليف المصري الجديد، وديت على الشباب ان هم يتوجهوا الى هذه الشركه او في مدينه نصر او الاتصال بها يعني باي وسيله كانت، وبيعرف الشروط والمناطق اللي فيها مناطق يعني الاستصلاح واراضي جديده، وبيقولوا على الشروط وبيقولوا والله المساحات المتوفره عندنا قد ايه والمناطق اللي فيها وحاجات زي كده، وبيأسس الشركه مع مجموعه من زمايله. يعني ما ينفعش يدخل لوحده مثلا؟ لا، هو لو وحده ينفع لوحده، بس يبقى مستثمر، مش يعني ياخد مثلا مساحات من 500 فدان و1000 فدان فما فوق. لكن المجموعه الشباب اللي هم او الصغار مزارعين اللي هم امكانياتهم محدوده، دول بيتفقوا مع بعضهم وبياخدوا ايه حوالي 238 فدان، هم كيلو في كيلو. دي اقل مساحه؟ دي اقل مساحه، 238 فدان بالظبط كده، بحيث زي ما قلت لسيادتك ان احنا يعني نتمتع بحجم بمزايا حجم الانتاج الكبير، ونحافظ على هذه الاراضي من التفتت، ما نرجعش بقى للمشكله بتاعه الاراضي القديمه. طيب احنا بنتكلم عن منطقتين مهمين جدا زي توشكا وشرق العوينات، احنا بنتكلم على استهداف اضافه 250 الف فدان في توشكا في نهايه 2023، اما في نهايه 2024 احنا بنتكلم على 280 الف فدان. طيب ايه المحاصيل اللي بيتم زراعتها في الفدادين المضافه؟ تمام، هو زي ما سيادتك قلت احنا الارض دي بنزرعها مرتين في السنه، موسم شتوي وموسم صيفي. فالموسم الشتوي زي ما سيادتك شفتي يعني احنا بنزرع فيها القمح، وشفنا يعني افتتاح فخامه الرئيس لحصاد محصول قمح هذا الموسم في منطقه شرق العوينات، وفي محصول البطاطس، وشفنا البطاطس وازاي بيتم تصنيعها والصناعات القائمه عليها بحيث انها تزود القيمه المضافه من هذه المنتجات. في الموسم الصيفي بقى اذا ربنا اراد ان شاء الله نزرع المحاصيل الصيفيه اللي احنا عندنا فجوه كبيره فيها، بحيث اعمل احلال محل الواردات واوفر النقد الاجنبي اللي كنت بدفعه في عمليه الاستيراد من الخارج، ومن اهمها المحاصيل الذره الصفراء وفول الصويا والفول السوداني والعباد الشمس الزيتي. فكل هذه المحاصيل بان انا من خلالها اعمل احلال محل الواردات وسد الفجوه الكبيره الموجوده عندي، وايضا عندي في هذه المنطقه ايضا بزرع الزيتون وبزرع النخيل والاصناف اللي هي المتميزه اللي عليها طلب كبير جدا في الاسواق العالميه، بحيث ان انا اتمكن من يعني اعمل احقق هدفين في وقت واحد. الهدف الاولاني ان اعمل احلال محل الواردات، الهدف الثاني ان انا ازود الصادرات بتاعتي الى الخارج في الفتره القادمه ان شاء الله. يعني احنا عايزين نسد الفجوه، لكن استهداف ان احنا نحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجيه امتى يا فندم؟ احنا سيادتك احنا دلوقتي عندنا على سبيل المثال محصول القمح الاكتفاء الذاتي فيه حوالي 50%، احنا مستهدفين ان شاء الله حتى 2030 نوصل ل 70% نسبه اكتفاء ذاتي. وسيادتك احنا يعني متوسط نصيب الفرد من القمح في مصر او من دقيق القمح حوالي اكثر من 150 كيلو جرام، متوسط نصيب الفرد العالمي حوالي 70 كيلو جرام، فاحنا متوسط نصيب الفرد ضعف المتوسط العالمي. عندنا زياده السكان كل سنه اكثر من 2 مليون نسمه، مع هنغطي احتياجات السكان واحتياجات السياده السكانيه، وان شاء الله نرفع الاكتفاء الذاتي من 50% الى 70% لمحصول القمح
عندنا المحاصيل العديد من المحاصيل عندنا فيها اكتفاء ذاتي بالفعل 100%، محصول الارز عندنا اكتفاء ذاتي 100%، الذره البيضاء عندنا 100%، الذره فيها عندنا 100%، جميع انواع الخضر، جميع انواع الفاكهه عندنا اكتفاء ذاتي 100%، بل عندنا فائض كمان بيتم تصديره للخارج حجمه العام الماضي تجاوز 6.5 مليون طن، قيمته حوالي 3.8 مليار دولار، بالاضافه الى صادرات مصنعه ايضا قائمه على المنتجات الزراعيه، يعني تجاوزت 4 مليار دولار. فاحنا عندنا الحمد لله اكتفاء ذاتي من منتجات زراعيه هامه، ايضا عندنا اكتفاء ذاتي من لحوم الدواجن وبيض المائده ومن الالبان الطازجه، او شكلنا على الاكتفاء الذاتي الحمد لله قريبا يعني ان شاء الله من السكر ومن الاسماك، حققنا فيها طفرات كبيره الحمد لله. طيب عظيم جدا، لما نيجي نتكلم عن زيادة تصدير بعض المنتجات الزراعية، ايه المجهود اللي عملناه عشان نفتح اسواق تصديرية جديدة؟ تمام، هو طبعا يعني احنا في حلم لفخامة الرئيس ان احنا نزود الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار صادرات مصرية، وطبعا الصادرات الزراعية احد مكونات الصادرات المصرية، فاحنا ان شاء الله مستهدفين خلال الفترة الحالية يعني والقادمة ان احنا نضاعف الصادرات المصرية بتاعتنا ان شاء الله تعالى باذن الله، بحيث نزود الصادرات ونحقق حلم فخامة الرئيس اللي هو 100 مليار دولار صادرات زراعية. فاحنا ماشيين على عدة محاور في الصادرات، ان احنا نحافظ على الاسواق الحالية ونفتح اسواق جديدة، وبالفعل خلال الفترة من 2014 حتى الآن تم فتح أكثر من 80 سوق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، آخرهم في الفترة القريبة الماضية فتحنا السوق الفلبيني أمام الوالح المصرية، وسوق أوزبكستان أمام البصل المصري، وبالإضافة أيضا أن احنا بنحاول نزود صادراتنا إلى الدول الأوروبية والدول العربية، وفي توجه بشكل كبير للدول الإفريقية بحيث أن احنا إيه تاني فندم؟ إيه أكثر المنتجات الزراعية اللي عليها طلب بره؟ هو طبعا احنا زي ما سيادتك عارف احنا حتى من بدايه يعني هذه السنه حتى نهايه شهر مايو الخمس شهور الاولين دول كده صدرنا اكثر من 4,100,000 طن، يعني الجزء الاكبر منهم كان الموالح، بيليه بعد كده البطاطس، بيليه بعد كده في الترتيب البصل، عندنا بعد كده بقى الفاصوليا الخضراء، العنب، الرمان، الثوم، المانجو، الفراولة الطازجة والفراولة المجمدة، فكل هذه هي سلع زراعية بيتم تصديرها إلى الخارج، وده جه نتيجة جهود كبيرة جدا إن احنا زودنا الإنتاج بحيث يبقى أنا عندي إنتاج أقدر أصدره للخارج، والناحية التانية رفعنا جودة المنتجات الزراعية بحيث يبقى عليها يعني تغزو الأسواق بشكل كبير، ولك أن تتخيل إن احنا يعني الحمد لله يعني المنتجات الزراعية المصرية دخلت السوق الياباني، وإحنا عارفين إن السوق الياباني ده مدى تحفظه والمواصفات اللي بيحطها بشكل كبير، فده بيطمن السادة المشاهدين على المنتجات الزراعية المصرية وجودتها وملائمتها للسوق المحلي والسوق الخارجي، لأن احنا برضك طبعًا أيضًا احنا مستهدفين بالإضافة للصادرات الطازجة إن احنا نصدر سلع زراعية مصنعة. احنا دلوقتي عارفين ان الطلب دلوقتي متزايد على السلع الزراعيه المصنعه، بحيث ان انا ازود القيمه المضافه، ان انا اخفض الفاقد في المنتجات، ان انا ازود الصادرات بتاعتي، وطبعا احنا بنواكب الاسواق وبنواكب. خلينا كمان نتكلم عن المجمعات الصناعيه المرتبطه بهذه الاراضي. تمام، وده زي ما سيادتك قلت احنا شفنا في شرق العينات في مصنع بطاطس، في مستقبل مصر في يعني الصناعات اللي هي القائمه على الزراعات الموجوده فيها، سواء بالنسبه للقمح في مطحن يقوم بعمليه الطحن، لو في احنا بقى نصدر ان شاء الله خضر وفاكهه هيبقى في صناعات قائمه على هذه المنتجات بحيث ازود الصادرات بتاعتي الى الخارج، وده انعكس بشكل كبير وجنينا الثمار بتاعته في الفتره الاخيره ان احنا الصادرات بتاعتنا الحمد لله غزت يعني اسواق كبيره جدا وتزايدت بشكل كبير، اللي احنا صدرناه هذا العام يعني ال 4.1 مليون طن دولت، احنا 2014 كل صادراتنا طول السنه كانت 4.3 مليون طن، فتتخيل احنا يعني اعتبر في الخمس شهور دول صدرنا كنا بنصدره في 2014، ولسه بقيه السنه قدامنا ان شاء الله والانتاج كتير وجيد، وان شاء الله نغزو الاسواق العالميه باذن الله يعني. طيب وزاره الزراعه انشات قاعده بيانات كده لخصوبه التربه على مستوى الجمهوريه، هل ده الهدف منه تحديد خليني اقول خصائص وعناصر التربه دي المختلفه تمهيدا لاستصلاحها، ولا سببها مثلا تحليل التربه ومدى توفر مثلا المغذيات النباتيه فيها وربطها بالتراكيب المحصوليه، ايه الهدف؟
ما هو زي ما سيادتك قلتي، احنا لنا عده اهداف في المشروعات القوميه الكبرى اللي بتاع صلاح الاراضي، ان انا احدد مدى صلاحيه هذه الاراضي للزراعه، واحدد نوعيه المحاصيل اللي تجود مع كل منطقه، لان كل منطقه من زي الثانيه في اراضي فيها نسبه يعني خصوبه عاليه او لا، خصوبه عاليه او خصوبه متوسطه، المياه بردك اللي مستخدمه في الري فيها بردك نسبه ملوحه عاليه او متوسطه وحاجات زي كده. فاحنا بنعمل تصنيف لهذه الاراضي خاصه في الاراضي الجديده، بحيث احدد مدى صلاحيتها للزراعه، والناحيه الثانيه احدد ايه المحاصيل اللي تجود فيها، واساليب الزراعه اللي تلائمها، واساليب الري اللي تلائمها. ايضا في نسبه الاراضي القديمه داخل الوادي بعمل تصنيف برضك للاراضي، بحيث احدد مدى احتياجات الاراضي، هذه الاراضي للاسمده، انهي الاراضي فيها قصور في اسمده معينه بحيث اضيفها ليها. ايضا بتساعدني في تركيب التحديد التركيب المحصول التاشيري، بحيث كل منطقه تعطي اعلى انتاجيه، وزع المحاصيل فيها تعطي اعلى انتاجيه وفقا للظروف البيئيه وطبيعه التربه في هذه الاراضي. عظيم دكتور، احنا عندنا حاجه اسمها الخريطه الصنفيه، بحيث ان احنا نختار الصنف الذي يلائم هذه التربه والمناخ في هذه المحافظه. تمام. الاراضي الجديده اللي بيتم استصلاحها هل بيراعى التغيرات المناخيه؟ طبعا. احنا طبعا زي ما سيادتك عارف احنا عندنا مركز البحوث الزراعيه بننتج الاصناف الجديده في الوقت الحالي اللي تتواكب مع التغيرات المناخيه، تتحمل الجفاف، تتحمل الملوحه، تتحمل درجات الحراره العاليه، تتحمل الظروف البيئيه اللي هي غير مواتيه، واخد بالك انت. فاحنا بننتج دلوقتي هذه الاصناف بحيث تكون متواجبه مع المناخ وتعطي انتاجيه عاليه وتتناسب مع كل منطقه. ايضا من العوامل اللي كنت سيادتك بتتكلمي فيها عن القمح، ان انا ازود نسبه الاكتفاء الذاتي، ان انا اعيد الخريطه الصنفيه. انا بزرع في كل محافظه العديد من الاصناف من القمح، لا احنا بنحاول في الوقت الحالي يبقى كل منطقه او كل محافظه تتخصص في عدد معين من الاصناف، بحيث اللي هي هذه الاصناف اللي بتعطيني انتاجيه عاليه في هذه المناطق، بحيث اعيد رسم الخريطه الصنفيه بحيث تكون متواجبه مع البيئه، مع المناخ، مع التربه، وتعطيني انتاجيه عاليه. ونقطه مهمه برضك في هذا المجال اللي هي توفير التقاوي المعتمده. احنا كنا في 2014 بنوفر تقاوي معتمد لمحصول القمح حوالي 35% من الاحتياجات، احنا هذا العام وصلنا 70% من احتياجاتنا من تقاوي القمح. العام القادم 24 ان شاء الله مستهدفين نغطي 100% واكثر كمان، لان في طلب عالمي عربي وافريقي على التقاوي المصريه وخاصة القمح والذرة إن شاء الله. طيب خلينا نتكلم بعد موضوع تاني هو الثروة الحيوانية، متكامل أكيد في طبعا. موضوعنا النهاردة في مشروع اسمه تحسين السلالات عالية الإنتاجية. طبعا. إيه الهدف من إطلاق هذا المشروع من الأبقار والجاموس؟ يعني هل هيكون عندنا زيادة في إنتاجية السلالات المحلية الموجودة في مصر لدى صغار المزارعين عن طريق التلقيح الاصطناعي مثلا بسلالات عالية الإنتاجية؟ فهمنا الموضوع ده أكتر. تمام. احنا طبعا يعني زي ما سيادتك شفت احنا اتكلمنا عن الانتاج النباتي، زراعه انتاج نباتي وانتاج حيواني وداجني وسمكي. فلو بصينا بقى احنا في اهتمام كبير ايضا بمشروعات اللي هو تحسين السلالات. واحنا طبعا برضك هنخش في نقطه في البدايه كده، ان احنا يعني تم التوسع في المشروع القومي للبيتيلو، تم توفير قروض وتمويل حوالي 7.7 مليار جنيه مصري لحوالي تسمين حوالي 486,000 رأس من الماشية، استفاد منها أكثر من 42,000 مستفيد، سواء كان شباب خريجين أو صغار المزارعين أو مستثمرين بشكل عام. إحنا كنا مشروع البتيلو دهوت كان الحيوان بيتم ذبحه في وزن صغير أقل من 100 كيلو، فإحنا وفرنا قروض لهذه المشروعات بحيث يعني يتم تسمين هذه الرؤوس ويتم ذبحها عند 400 كيلو أو 400. وفي توعية للمزارعين طيب أو صغار المربين؟ طبعا. احنا طبعا في عندنا الحملات القوميه فيما يتعلق بالمحاصيل، في ايضا الحملات القوميه اللي بتقوم بها وزاره الزراعه ايضا لتحصين الثروه الحيوانيه ضد الامراض زي الحمى القرنيه وحمى الوادي المتصدع. كنت بتكلم في النقطه دي تحديدا، حضرتك بتقول انه كان بيتذبح العجل على وزن 100 كيلو فقط، فطبعا كان بيبقى انتاجيته من اللحوم بتكون اقل، فدلوقتي احنا بدانا نوعي الناس بالظبط صغار المزارعين والمربين على تربية هذه العجول وتسمينها، فتكون عالية الإنتاجية في النهاية من اللحوم وهو المستفيد في النهاية. كلام سيادتك مظبوط. احنا عندنا عدة أهداف. الهدف الأولاني إن أنا أزود إنتاج مصر من اللحوم والألبان، وإن أنا أحسن دخول السادة المزارعين. يعني الهدف الأساسي بتاعنا إن احنا نحسن دخول السادة المزارعين ونرفع مستوى معيشتهم، وإن احنا بنوفر لهم برضك يعني من أهم متطلبات الثروة الحيوانية الأعلاف. احنا في الفترة الأخيرة
منذ كان عندنا مشكله في دخول الاعلاف والافراج الجمركي عن الاعلاف، فتم من 16 اكتوبر 22 حتى الان تم الافراج عن حوالي 5.6 مليون طن، قيمتها حوالي 2.7 مليار دولار. ده عشان اوفر الاعلاف ادى للثروه الحيوانيه، وزي ما سيادتك قلت احنا يعني عندنا الثروه الحيوانيه عند صغار المزارعين الانتاجيه بتاعتها يعني مش على المستوى المرغوب، سواء من الالبان او من اللحوم الحمراء، فاحنا بنحاول نحسن هذه السلالات من خلال ان احنا نعمل الترقيح الاصطناعي، ان احنا نشوف الطلائق اللي هي الجيده وناخد السائل المنوي بتاعها ونجمده ونقوم باعاده تخصيب به الاناث بتاع الماشيه. ده بقى التلقيح الاصطناعي. تمام. او ان انا استورد يعني اناث ماشيه من الخارج عاليه الانتاجيه واعمل لها ايضا احنا عندنا حوالي 632 نقطه تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطريه. تمام. فده بيوضح سيادتك مدى اقبال الساده المواطنين على التلقيح الاصطناعي، وده بيوضح ايضا برضك زي ما احنا قلنا 7.7 مليار جنيه مصري، 486 الف راس، 42 الف مستفيد. ده جه منين؟ جه من الوعي وجه من التيسيرات اللي بتقدمها وزاره الزراعه واصلاح الاراضي للساده المزارعين، بحيث ان انا ازود الانتاج وازود الانتاجيه لدى الصغار المزارعين. فالهدف الاساسي بتاع هذا المشروع زي ما قلت لحضراتكم ان انا ازود الانتاجيه سواء من اللحوم او الالبان، او ازود دخول الساده المزارعين بحيث اعمل استقرار على مدار العام، وفر فرص عمل للمزارعين وللشباب في المناطق في مناطقكم وقراهم، بحيث احد من الهجره من الريف الى الحضر واوفر لهم حياه كريمه في الريف. طيب، هل استيراد ابقار عالية الانتاجية بديلة عن اللي بيمتلكها المزارع من ماشية قليلة الانتاجية؟ خليني اقول ده بيهدف طبعا الى ارتقاء اكيد يعني معيشة هؤلاء المواطنين الى الافضل. هل بيتم ده يعني من الدولة بتكلفة عالية؟ يعني هل الدولة بتستورد او هذه الابقار بتكلفة عالية؟ طبعا يا سيادتك، هذا الاستيراد من الخارج وخاصة اللي هي الحيوانات اللي هي السلالات عالية الإنتاجية ديت يعني مكملة للثروة الحيوانية جدا عندنا هنا في جمهورية مصر العربية، ورفع مستوى إنتاجيتها بحيث إن أنا يعني هذه الماشية المستوردة المحسنة المزارع ياخد منها يربيها من ناحية، والناحية الثانية ناخد منها السائل المنوي ونعمل به تلقيح اصطناعي للثروة الحيوانية الموجودة هنا عندي في مصر، بس أطلع يعني أجيال جديدة بتعطي إنتاجية عالية وتواجبة مع الظروف المصرية والبيئة المصرية. طيب دكتور، عايز أتكلم عن موازنة الوزارة بشكل عام في العام المالي الحالي 23-24، ولو هنقارنها بالموازنة في العام المالي السابق، الزيادة قد إيه وهتتوجه لإيه بالظبط؟ تمام. وطبعا بشكل عام فيه اهتمام كبير من القيادة السياسية ومن فخامة الرئيس لقطاع الزراعة، واحنا شفنا الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الزراعة كانت 2014 حوالي 4 مليار جنيه، احنا وصلنا هذا العام او عام 22 حوالي اكثر من 34 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لقطاع الزراعة في مشروعات اصلاح الاراضي والمشروعات المختلفة. فده بشكل عام. لو بصينا بقى للخطة والموازنة بتاعت وزارة الزراعة وصلاح الاراضي 23-24، فهي بشكل عام كده بجميع الابواب بالاجور والمرتبات يعني وصلت حوالي 12.7 مليار جنيه مصري هذا العام، منها المشروعات بقى الاستثماريه اللي هي اللي احنا يعني بنعمل بقى مشروعات تنميه زراعيه في مختلف المجالات، تطشيد المياه، زياده الانتاج، تسويق المحاصيل، زياده انتاج التقاوي، هذه المشروعات كلها يعني مخصص لها هذا العام اكثر من 2 مليار جنيه. يعني العام الماضي كان حوالي 1.7 مليار جنيه، ففي فرق كبير لزياده الاستثمارات الموجهه لقطاع الزراعه نظرا لاهميه قطاع الزراعه ودوره الكبير بيقوم به في تحقيق الامن الغذائي وتحقيق الاستقرار في الاسعار. وايضا احنا كوزاره الزراعه والصحه الاراضي بنقوم بدور كبير في توفير السلع للساده المواطنين بجوده عاليه واسعار تنافسيه على مستوى المنافذ الخاصه بوزاره الزراعه منتشره على مستوى جمهوريه مصر العربيه. على كل حال، ده كان حديثنا عن ما تم في تطوير القطاع الزراعي واستصلاح الاراضي، وافدنا طبعا الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصاديه بوزاره الزراعه. شكرا ليك يا فندم على وجودك معنا، بنشكرك كل الشكر. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك والساده المشاهدين.